قتل 31 شخصا على الأقل وجرح 35 آخرون في هجوم انتحاري قرب مركز اقتراع في مدينة كويتة بجنوب غرب باكستان بحسب ما أعلن مسؤولون. يأتي هذا في وقت يدلي فيه ملايين الناخبين بأصواتهم في انتخابات تشريعية. وأفادت مصادر طبية أن من بين القتلى 5 من رجال الشرطة وطفلان. وأعلنت حسابات منسوبة لتنظيم الدولة مسؤولية التنظيم عن هذا الهجوم. قمت بالتصويت وذهبت من بعدها إلى المتجر، ومن ثم خرجت ولم أمشي خطوتين حتى سمعت صوت الانفجار، فانبطحنا أرضا. راح أغلب الناس يهرولون. بعد 10 دقائق انتهت الفوضى وبدأنا برفع الجرحى ونقلناهم إلى السيارات قبل قدوم سيارات الإسعاف. هذا وفتحت مراكز الاقتراع في باكستان أبوابها اليوم الأربعاء لاستقبال ناخبين الذين يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، ويحق لحوالي 106 ملايين ناخب الاقتراع، فيما بلغ عدد الناخبين الجدد 19 مليونا من بينهم نساء وشباب. ونشرت السلطات 800 ألف عنصر من الشرطة والجيش في أكثر من 85 ألف مركز اقتراع في أنحاء البلاد وسط مخاوف أمنية. وانحصرت المنافسة بشكل كبير في هذه الانتخابات بين حركة الإنصاف التي يتزعمها بطل الكريكت العالمي السابق عمران خان وحزب رابطة باكستان الإسلامية بزعامة رئيس الوزراء المعزول نواز شريف، والذي يقود شقيقه شهباز حملته الانتخابية.